ولكن هي إذا دورنا على قد تعبها لها مميزات، لأن هي منعت تقريباً البطالة عندنا 6 شهور. لما بيخلص الموسم كل الناس شبرا بلولا بتبقى بطالة قاعدة في بيوتها. يعملوا إيه بقى في الفترة ديت؟ يروحوا يخبطوا على بيوت المجمعات، اديني أصرف على عيالي على ما تيجي معاد الجمع وبديك بالفلوس اللي انت هتدهاني ياسمين. بعد الياسمين ما ببطل في شهر 11 بلجأ للمجمع اللي أنا شغال معاه، بروح له بطلب منه سلفة، فبيديني سلفة على السنة اللي هتخش التانية الجامع التاني. وما باجي أبدأ السنة التانية وأجمع هو بياخد نص الدين. ساعة ما بتيجي آخر القبضية اللي هي كل 15 يوم بيديني نص الفلوس وبياخد نص الفلوس بحيث أسدده وبحيث إيه أعرف أمشي. إذن الشجرة بتصرف على البيت ال 12 شهر.